السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بطلابنا الأعزاء، مرحبا بكم. هنحل مع بعض أو هنشرح مع بعض الاستفسارات اللي جات على القناة في تعليقات القناة اليوتيوب وبعض تعليقات صفحة الفيسبوك. ومرحب بأي حد يبعت استفسارات، إن شاء الله هنحلها وننزلها في فيديوهات كده مشروحة بالتفصيل وكل الديتيلز بتاعتها. وأتمنى الناس اللي بتتابعني ما تنساش تعمل لايك وتشترك في الصفحة أو في قناة اليوتيوب عشان يجيلك كل الحاجات، استفسارات زمايلك واستفساراتك، عشان كل يستفيد من أسئلة واستفسارات بعضهم وتدعمنا عشان نستمر معاكم بإذن الله. أول question جالي: which of the following is true؟ مين في اللي جاي ده صح؟ relating to factors، صح من ناحية علاقته بإيه؟ factors affected secretion of growth hormone. يعني بيقول لي مين في اللي جاي ده صح بناء على علاقته بإيه كفاكتور أو كعامل مؤثر على إفراز الجروث هرمون. تمام، أول حاجة بيقول لي الايجنج اند شورتيج اوف بروتين ان بودي ديكريز جروث هرمون. بيقول لي الشيخوخه او كبر في السن ونقص البروتين بيقلل من افراز الجروث هرمون. بي الايجنج اند شورتيج اوف بروتين ان بودي انكريزز سيكريشن اوف جروث هرمون. Aging decrease growth hormone secretion while shortage of protein increases it. يبقى هي دي الانسر بتاعتي. ليه؟ لانها فعلا انا عندي لما الايجنج اللي هو الكبر في السن بيقل معاه الايه الجروث هرمون، لان الجسم بيفرز الجروث هرمون اكتر في السن الصغير عشان يكبر، كبر بقى خلاص. تمام، تاني حاجة while shortage of protein، نقص البروتين increases the growth hormone، لأن لما يبقى فيه نقص بروتين تمام في الجسم فالجروث هرمون بيبقى هو اللي بيعوض النقص ده، وبيبدأ عشان هو اللي بيأثر في الايه الميتابوليزم بتاع بيبني الجسم بروتينيا. تمام، طيب aging increases growth hormone secretion while shortage of protein decreases it. تمام، طبعا الحاجات بتاع البروتين والجروث هرمون دي عمليات فسيولوجيه بايه فيها ديناميكيه شويه، يعني نقص البروتين او shortage of protein لما بيوصل لحد معين اصلا اللي هو الحد المرضي خلاص هو بيبقى فيه مشكله اصلا في تصنيع الجروث هرمون. تمام، طيب يبقى الانسر بتاعتي هنا سي، الايجنج ديكريز جروث هرمون سيكريشن وايل شورتيج اوف بروتين انكريزز ات. تمام، طيب تعال نشوف الايه ويتش اوف ذيس فاكتورز انكريز برودكشن اوف جاسترين هرمون. مين في الايه الفاكتورز ديت بيزود البرودكشن اوف جروث هرمون؟ فود rich in protein and decrease of pH on stomach. Food rich in protein and increase of pH in stomach. Food poor in protein and decrease of pH in stomach. Food rich in protein and increase of pH in stomach. هي الانسر بتاعتي دي. ليه دي؟ بيقول لي هنا هو عايز الفاكتورز اللي بتزود انتاج الجاسترين هرمون. الجاسترين هرمون ده بيطلع منين؟ بيطلع من السيلز اللي في الاستومك. تمام، اللي السيلز اللي في الاستومك بيطلع الجاسترين ليه؟ عشان يدخل على البلاد ويستحس او يعمل ستيميوليشن لافراز الجاستريك جويس. الجاستريك جويس ده في ايه؟ في الجاستريك جويس ده بيقلل البي اتش. تمام، يبقى هو بيجي عشان ايه؟ عشان يقلل البي اتش اللي زايد. تمام، يبقى بيروح في وقت البي اتش يكون في انكريز. تمام خلاص، فهو بيعمل له ديكريز لان البي اتش بتاع الجاستريك جويس بينزل. تمام، طيب تعالى تاني حاجه ان الجاستريك جويس دي بتعمل ايه؟ بتعمل دايجيشن للبروتين، يبقى انا هختار فود ريتش ان بروتين اند انكريز اوف
pH in stomach. تمام. تعالى طيب تعالى نشوف number 3. person suffers from polyurination. شخص عنده polyurination لو بيتبول كتير. تمام. with no glucose urine. هو كده قفلك, قالك no glucose urine يعني قفلك ناحية الديابيتس خالص, قفلك ناحية ايه الديابيتس ميليتس, يعني ده ما عندوش مرض السكر. يبقى ما تكلمنيش عن البنكرياس والبيتا سيلز, ما تكلمنيش عن الانسولين والجلوكاجون. تمام. طيب on injecting him with EDH, هو عنده بوليورينيشن, فانا هديله EDH. يعني ايه؟ عشان يمنع اليورينيشن الكتير, لان ال EDH او VH هو انتي دايوريتيك هرمون, الهرمون اللي بيمنع كثرة البول. طيب بعد ما عطانا له حقن انجكتنج حقن اي دي اتش, البوليورينيشن ريمينز, برضه البوليورينيشن شغال, يبقى الحقن دي ما عملتش حاجه, ايه السبب؟ تمام. هنقول بيقول لي الانسرز هنا ديستربنس ان انتيريور لوب اوف بيتيتري جلاند, من اولها كده. قال لي انتيريور لوب, خلاص يبقى دي مش بتاعتنا, دي فولس. تمام, لان انا هنا بتكلم على اي دي اتش, يبقى انا بوستيريور لوب. طب تعالى disturbance in posterior loop of pituitary gland. تمام, leads to hyposecretion of EDH. طب ما هي دي المشكلة, هي دي المشكلة أساسا. هو هنا بيسألني أنا عطيت له حقن EDH, برضو البوليرينيشن شغال. تمام. طيب C disturbance in beta cells, مش بتاعتنا, لأن هو قال لي no glucose in urine, يبقى ما تكلمنيش عن البيتا سيلز خالص. تمام. طيب disturbance in kidney nephrons leads to not responding to EDH. هي دي, هي ديت. تمام, لان اصلا ال EDH التارجت سيل بتاعته هو بيطلع في البلط, بيروح الدم عشان يستهدف مين؟ الكيدني نيفرونز, الكيدني ايه نيفرونز. تمام, فالسيلز بتاعتها ما بتستجبش للاي دي اتش. تمام, يبقى هو ده اللي عمل المشكله, لان انا حاولت اعالج باي دي اتش ما جابش نتيجه. تمام, يبقى هي دي الانسر بتاعتي. تمام, تعال نشوف كويستشن تاني. بيقول لي هنا the cause of sudden increase of glucose. تمام, level in opposite graph is due to الجلوكوز ماشي كده وفجأة راح عالي كده ونزل تاني بعدها الوضع الطبيعي. تمام, انسولين, الانسولين هو اللي بيسبب ارتفاع الجلوكوز, لا ده الانسولين هو اللي بينزله, يبقى الانسر دي مش بتاعتنا. الجلوكاجون, الجلوكاجون بيفكك, بيساعد على تفكيك الجلايكوجين للجلوكوز, بس مش هو اللي يعمل الفجأة ده. طب تعال نشوف اللي بعد كده, انا عايز استبعد الاجابات الخاطئه الاول. البرولاكتين ملوش دعوه بالقصه دي. طب تعالى انا عندي كده الادرينالين والجلوكاجون, الاثنين دول ممكن يرفعوا الجلوكوز. تمام, بس الادرينالين بيشتغل امتى؟ في لحظه الغضب, في لحظه الخوف, في لحظه الحرب, في لحظه الانفعال. فالانفعال ده هو اللي بيعمل صدن فجاه, بيعمل ايه صدن فجاه, يبقى الادرينالين هو اللي, وطبعا الادرينالين اصلا هو بيروح يشغل الجلوكاجون. تمام, هو بيروح يشغل الجلوكاجون. تمام, لكن الجلوكاجون لوحده من غير ادرينالين مش هيديني صدن كده, مش هيديني ارتفاع مفاجئ كده وينزل تاني. يبقى دي حاجه, الصدن ده الارتفاع المفاجئ ده ونزوله فجاه كده كان لمهمه معينه, واحد بخانق فيه, واحد ضربني, واحد بيعتدي عليا بحاجه, فبضطر ان انا ارفع حاله الطوارئ وازود السكر فجاه. تمام, وبعد ما تنتهي الخناقه بينزل السكر عادي جدا لو شخص ما عندوش مرض السكر. طيب تعالى بعد كده, يبقى الانسر بتاعتي هنا الادرينالين. طيب in opposite graph represent amount of glycogen in liver. تمام, during a complete day all numbers refers to eating meal except. بيقول لي الجراف ده كل الارقام بتشير الى انه كل وجبة. تمام, كل ايه وجبة على حسب, لان اللي بعت الكويشن مش واضح بالنسبه لي ولا الجراف واضح, فانا حب يعني ايه حاولت ان انا يعني القط الايه السؤال يعني على قدر الامكان, فلو في خطا اعذروني بقى. تمام, فبيقول لي هنا الجراف ده بيمثل كميه الجلايكوجين اللي موجوده في الليفر خلال يوم كامل, خلال ايه يوم كامل. all numbers كل النمبرز دي بتشير لايه, ل eating meal except. تمام, eating meal except, في رقم واحد هو اللي ايه
اللي ما يعتبرش كان فيه اكل، اللي هو الاكل اللي بيتخزن منه بقى بعد الميتابوليزم الايه الجلوكوز على هيئه الجلايكوجين. تمام، فاحنا اخترنا نمبر 3. نمبر 3 ليه؟ تمام، هو الاختيار ما بين نمبر 3 ونمبر 4. طب تعالى كده نشوفها، هو شخص اكل، تمام، هو شخص ايه اكل، فمع الوقت، ادي اول اليوم اهو، تمام، مع الوقت الايه الجلايكوجين، تمام، الجلايكوجين بيقل اهو، تمام، خلاص، ف ارتفع تاني، تمام، وبعدين نزل تاني، تمام، نزل تاني هنا عند رقم 3، لان الشخص هنا don't او does not eating a meal، تمام، اللي هي نمبر 3. بعدين ارتفع ارتفاع رهيب هنا، وبعدين نزل تاني لنمبر 4، نمبر ايه، نمبر 4، تمام. نمبر 4 هنا هو اكل، هو ايه، هو اكل، لكن مش هو مش شرط الشخص ساعة ياكل يبقى ايه، يبقى حصل تخزين او حصل ايه انخفاض في مستوى الجلايكوجين، تمام. ممكن شخص ياكل، تمام، ومع ذلك في ارتفاع لايه في مستوى الجلايكوجين، تمام. فانا على قدر الامكان، على قدر معرفتي، نمبر 3، تمام. ولو حد عنده اجابه تانية انا يعني مرحب بيها. طيب تعالى هنا، الادرينالين، الادرينال جلاند كونسيست اوف تو بارتس ويتش از ادرينالين جلاند كونسيست اوف تو بارتس، تمام، اللي هو المدله والكورتكس، تمام، ويتش ستيتمنت از فولس، مين في دول اللي فولس، تمام، مين في دول اللي فولس. طيب بيقول لي الادرينالين مكونه من جزئين اللي هو المدله والكورتكس، والمدله بتطلع الادرينالين والكورتكس بتطلع الكورتيزون او الكورتيكوستيرويدز، تمام. طيب تعالى بيقول لي هنا both of them work as independent endocrinal gland، صح، دي صح، هو عايز الفولس فيهم، يبقى دي تبعنا، الاثنين بيشتغلوا endocrine gland. طيب both of them affect sugar percentage in blood، الادرينالين والكورتيزول او الكورتيكوستيرويد بتاثر على الجلوكوز في البلد، تمام. طب تعالى both of them affect metabolism of some substance، صحيح، بيأثر على الكربوهيدرات ميتابوليزم، تمام، والأدرينالين نفس القصة. طيب both of them produce hormones derived from cholesterol، لا دي هي دي الأنسر بتاعتنا وهي دي اللي فلص فيهم. ليه؟ لأن الكورتيكوستيرويدز جاية من الكوليسترول، لكن الأدرينالين، الأدرينالين ده بروتين، الأدرينالين ده إيه؟ بروتين، تمام، فمالوش دعوة بالكوليسترول خالص، تمام، يبقى الأنسر بتاعتي الدي. وكان في كويشن تاني فيه جراف، فاللي بعته ياريت ابعته لي تاني، تمام، واذا قدرت تبعت لي برضو الجراف ده، تمام، تاني بصورة اوضح، يبقى كويس جدا، لان الجرافات انت بعتها مش واضحة قوي يعني. واتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.